أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين معابا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما جزاء وفاقا.
إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. يوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. فما إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني قلت.